فالروم ما اقدرش اجي عندها. الروم يعني الحاجه الوحيده ان انا اولع في جهاز البي ال سي، يبقى كده انا بوظت الروم. لكن اعدل في الاوبريشن سيستم بتاع البي ال سي استحاله يحصل. السي بي يو يوم ما يجي يقرا بيقرا ايه؟ البرنامج. البرنامج انا حاطه على ايه؟ على رام، ميموري ثانيه، نوع ثاني من الميموري اسمه رام. السي بي يو يفكر او يقرا، لكن يقرا حاجه موجوده على الميموري. انا لما اقول لحضرتك 5 زائد 5 كام؟ هتقول لي 10. ليه؟ لانك انت فاكر ان انا قلت لك عايز اجمع 5 مع 5 والعمليه ما بينهم عمليه جمع، فالناتج هيساوي 10. البي ال سي ما عندوش الامكانيه دي. البي ال سي يوم ما اقول له 5 عقبال ما اقول له زائد يكون نسي ان هو اصلا هيجمع كام؟ 5. عشان كده كل ابلكيشن، كل اوبريشن هعملها جوه البي ال سي لازم يكون موجود على ميموري، ما ينفعش ما يكونش في ميموري. فك الميموري البي ال سي هينور لك لمبه حمراء على طول، يقول لك ما ينفعش، البي ال سي ملوش اي لازمه ولا هتعرف تعمل اي حاجه. اخرك هتشتغل على الكمبيوتر، لكن يوم ما تيجي تبعت البرنامج على البي ال سي مش هيشتغل. فاهم؟ فالميموري مهمه جدا. عمل الميموري بتاع البرنامج غير الميموري بتاع السي بي يو. ميموري البرنامج سماها رام، راندوم اكسس ميموري. راندوم يعني اللي عايز يدخل يتفضل، يعني اي حاجه، يعني اللي عايز يعدل يعدل، اللي عايز يمسح يبوظ يصلح. هو عملها ميموري عشوائي. واكيد اللي موجوده في المعمل موجوده نوعها ايه؟ رام ولا روم؟ اللي بيحط عليها البرنامج رام. يا اما كنت هضطر اعمل ايه؟ كل يوم بكره الصبح اشتري واحده غيرها. ليه؟ الفرق ما بين الاثنين ايه؟ روم ما ينفعش اعدل فيها، حط البرنامج خلاص، طلع غلط اقعدك على الله ملهاش حل، ارميها وهات غيرها. الرام لا، هي اتعملت عشان في كورسات مثلا. انا احط برنامج باظ هعدله، في تعديل عايز اقول لك هنعمله، في غلطه هنشيلها، هنغير برنامج خالص. اوكي؟ ده الفرق ما بين الروم والرام. فرق تاني ما بين الروم والرام، الروم لما نور يقطع الاوبريشن سيستم ما ينفعش يتمسح. واللي يثبت كده في الكيسه هنا، لو فصلت الكهرباء ورجعتها الويندوز لسه ايه؟ موجود. يبقى الويندوز موجود على ايه؟ روم، ما ينفعش يكون رام. لكن البرزنتيشن اللي انا فاتحها دي تعتبر مفتوح على ايه؟ رام، لان لما ارجع الكمبيوتر تاني ما اشتغلتش لوحديها، لازم ارجع اشغلها تاني، اتنقلت من الروم للرام. اوكي؟ نفس الكلام في البي ال سي، البرنامج موجود على رام، لو النور قطع جرى ايه للبرنامج؟ عوضك على الله. الا لو كنت مشتري انت ايه؟ بطاريه، او حاطط البرنامج على روم. يعني مثلا في ناس يقول لك لا، يقول لك انا مش هينفع كل شويه النور يقطع ويرجع عندي، بيقطع كتير في المصنع، كل شويه هجيب واحد اقول له ان البرنامج تاني، انا مش هقدر اوصل اللابتوب في المصنع كتير. فيروح مشتري بطاريه، بطاريه حوالي 400 جنيه تقعد معاها مثلا 3 4 سنين. البطاريه دي فكرتها ايه؟ لو النور قطع يعتبر في سورس بديل، مش سورس بديل للبي ال سي، سورس بديل بس للايه؟ للرام، عشان يحافظ على البرنامج مش اكتر. تمام؟ دي فكرة الفرق ما بين الرام والروم. ايه؟ لا بص، هو يعني لا يعني برضه يعني ما تاخدني، يعني انت بتتكلم على ان انت مش تستفاد بيه قوي، بس صاحب المصنع هو عارف بيدفع فيه. يعني جهاز البي ال سي مثلا الموجود هنا ثمنه حوالي 2800 جنيه. ابلكيشن اللي ممكن تعمل بيه انا شايف انه يعتبر ببلاش، عارف ليه؟ لان انا ممكن اخد منه في ثمن البرنامج 10000 جنيه، البرنامج هعمله له. يعني بيتبص لها اكتر على الابلكيشن اللي اتعمل، مش جهاز البي ال سي. انا ممكن اجيب بروتكشن واجيب تجهيزات بثمن جهاز البي ال سي 5 مرات عشان اعمل برنامج. صح؟ في مصانع، عشان اثبت لك ان النقطه دي مهمه، في مصانع بيعمل ايه؟ بيقول لك انقل البرنامج على الروم. الله، ازاي؟ على الروم دي معناه ان البرنامج جرى له ايه؟ يعني مش هينفع يتمسح. هو بيقول لك ان البرنامج عندي اهم من ايه؟ البي ال سي نفسه. لان هو ممكن يكون دافع في برنامج 20000 جنيه وجهاز البي ال سي 2000 جنيه. البرنامج اتعمل ب 20000 جنيه لان هو بيبيع له فكره مش بيبيع له كلام مكتوب. تمام؟ في برامج، في اجهزه بي ال سي وهنا موجوده بس رجاء محدش يعملها. في حاجه اسمها ديسلاو ابلود، الغي ان اي حد يتعامل مع البي ال سي خلاص. يعني اتعمل اشتغل، ممنوع حد يتعامل معاه. جيت تتعامل معايا يقول لك لا مفيش، خلاص مفيش معامله، محدش يكلمني تاني. يعني يوم ما احب اعمل حاجه ثانيه هعمل ايه في جهاز البي ال سي دوت؟ هرميه واجيب غيره. طب ازاي ده جهاز البي ال سي متكلف؟ لا، هو بيبص لها ان البرنامج اللي موجود ايه؟ اهم من جهاز البي ال سي. اتفضل. في امكانيه ان هو ينقله على الروم فعلا، بس دي بتبقى عن طريق الشركه، لان يلاقي جهاز مخصوص. يعني لازم ترجع للشركه بتاعت البي ال سي، يبقى عنده امكانيه انه يعدل فيه. حاسس بقى ان في حد هيبوظ له الدنيا وهيدخله الدنيا في بعضيها، لا، يروح هو نقله من الرام للروم، او يسيبه على الرام وممكن يعمل عليه رقم سري باسورد. ده حل تاني. اوكي؟ يا اما الرام ويحط عليه باسورد، بس يبقى خاف ان النور يقطع. الا بقى يعني لو صاحب المصنع ده بقى مش وش وحش، يعني النور قطع وكانت البطاريه في نفس الوقت ايه؟ خلصانه. دي كده معانا اللي بيعمله 4 سنين، لا سيبه بقى، على حطه على سي دي على فلاش. ايه بس يعني هو اوكي، اكيد عندك نسخه، بس في نقطه كمعلومه بره موضوع الكورس.
عمل البرنامج حاجه ده بيحسب لوحده، اديك نسخه من البرنامج ده حسب لوحده. يعني 90% من اللي بيعملوا برامج ما بيديكش البرنامج، لان هو عارف ان يوم ما يحصل مشكله هيبقى معاك البرنامج، وممكن تجيب اي واحد ياخد نص الفلوس اللي كان بياخدها ويعمل لك العطل اللي كان موجود. دي موجوده يعني، في حاجه اسمها اللي هي ديت اند تايم بتتعمل، دي بتتعمل بس هي ليها استخدام شرعي وقانوني يعني. لا بما لا يخالف ايه؟ اتفضل. الصيانه. ايه؟ لا مش في الصيانه، لما يكون المكن عليها اقساط. ده صح. المكن عليها اقساط مثلا تدفع على كل 6 اشهر، يعمل لك برنامج احنا مثلا في شهر 6 يقول لك 1/1/2013 المكنه توقف. لو القسط كان مدفوع كان هيعمل له حركه في البرنامج يكمله لل 6 اشهر اللي بعديهم. ده الاستخدام الشرعي والقانوني بتاعها. استخدام بقى مش صح بتتعمل، بس مش يعني مش مقبوله ان زي ما هتعملها في حد تتعمل فيك من الاخر يعني. في ناس بتعمل ايه؟ عنده مشكله مع صاحب المصنع، يروح عامل له برنامج ان الساعه 3 الفجر يوم الاثنين في اول شهر جاي يروح البرنامج يوقف يعطل. يجي يصلح فيه، راجع عامل له باسورد، يعني ولا حتى هو عارف يشوف العطل كان فين. اوكي؟ يجي هو يعمل نفسه عن كوبايه شاي ومش قادر واربع خمس ساعات شغل حوالين البي ال سي، وفي الاخر هو كان فكرك ولا انه يعمل ايه؟ يغير التاريخ تاني. فاهم؟ بس طبعا ده مش صح يعني. الميموري روم ورام. احنا قلنا ان انا ممكن احب انقل البرنامج عشان خايف عليه من الرام احطه على ايه؟ غلط، هي مش روم، هي اسمها ايبروم او اي ايبروم. بس عشان لسه ما كناش عنها فمش هنوضح دلوقتي. يعني في الحقيقه البرنامج ما يتحطش حاجه اسمها روم دايركت. بيتحط على حاجه شبه الروم. ما هي كلمه ايبروم اي بي ار او ام اللي هي روم يعني، او اي ايبروم اللي هي اي بي ار او ام. الايبروم اللي هي ريزابل يعني قابله للمسح بس مش بسهوله لان هي ريد اونلي ميموري. والاي اي الكتريكال ريزابل يعني بتتمسح عن طريق برصات كهرباء ليها كارت صغير كده بيمسحها يعني. فاهم؟